ضمن مخطط إسرائيلي لتفريغ مناطق الشمال من السكان ومنع تقديم الخدمات الإنسانية أو الطبية في هذه المنطقة. تفاجأنا أمس بتحليق طائرات مسيرة إسرائيلية إكواد كابتر في المكان الذي تتواجد فيه طواقم المديرية العامة للدفاع المدني برفقة طواقم الخدمات الطبية بمنطقة مشروع بيت لاهية، تطالبهم عبر مكبرات الصوت بترك مركباتهم والتوجه فورا إلى المستشفى الأندونيسي حيث يتمركز هناك جيش الاحتلال الإسرائيلي ويمنع عبور أي من المواطنين إلا من خلال الفحص والتفتيش. وأثناء محاولة الطواقم إخلاء المكان أطلقت عليهم طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخ بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابة 3 من طواقم الدفاع المدني بجروح مختلفة. كذلك تم استهداف مركبة الإطفاء الوحيدة التي ما زالت تعمل وتخدم ما يزيد عن 300,000 نسمة في منطقة شمال قطاع غزة بقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدميرها واشتعالها بالنيران وخروجها عن الخدمة. وتحت تهديد النيران اضطرت طواقمنا إلى إخلاء المكان والتوجه إلى منطقة الأندونيسي، وهناك تعرضت للتفتيش والتنكيل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم اعتقال 5 من عناصرنا واقتيادهم إلى مكان مجهول، وجرى الإفراج عن واحد منهم. وبذلك نعلن تعطل عمل الدفاع المدني بالكامل في منطقة شمال قطاع غزة، وأن هذه المناطق باتت بدون أي خدمات إنسانية أو أي خدمات طبية من إطفاء وإنقاذ وإسعاف، وهذا ينذر بالخطر الشديد على حياة الآلاف من الأسر والمواطنين الذين ما زالوا موجودين في منازلهم في منطقة جباليا وجباليا البلد والنزلة ومخيم جباليا وبيت لاهية وبيت حنون، بالرغم من محاولة الاحتلال تفريغ مراكز الإيواء بالقوة والعنوة. وأمام هذا التصعيد الممنهج لطواقمنا والطواقم الطبية، نعلن أن آلاف الأسر في مناطق شمال قطاع غزة الآن هم بدون خدمات للدفاع المدني، ونحذر من أن حياتهم تتعرض للخطر الشديد. نناشد العالم والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة عمل الدفاع المدني والطواقم الطبية في محافظة الشمال، ونطالب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عمن اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي من عناصرنا وتوفير الحماية لهم وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها التي تعطي الحماية لطواقم الاستجابة الإنسانية وخاصة أجهزة الدفاع المدني في العالم. نحذر من أن عدم التدخل وعدم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي سيجعله يواصل سياسته الممنهجة لتعطيل الخدمات الإنسانية والطبية في باقي مناطق قطاع غزة من أجل إجبار أبناء شعبنا على النزوح والوصول إلى احتجازهم في مناطق محددة تحت ظروف إنسانية خطيرة. المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني قطاع غزة، الخميس 24 أكتوبر 2024. يلا.